من العاصمة لندن ينضم إلينا مراسل الغد الزميل عمر بشير. عمر، ما الذي كشفته استطلاعات الرأي بشأن تراس؟ هذا الاستطلاع جاء على جزئين، جزء رسمي تعامل مع نواب البرلمان وجزء آخر استطلع آراء المواطنين البريطانيين. في الجزء الرسمي هناك ثلاثة مقارنات. المقارنة الأولى بين بقاء أو استقالة أو إقالة ليز تراس. 55% من نواب البرلمان من حزب المحافظين المستطلعة آراؤهم طالبوا ليز تراس الإقالة أو طلبوا بإقالتها أو استقالتها، في حين يرى 38% من نواب المحافظين في البرلمان أن ليز تراس يجب عليها أن تبقى في منصبها. هذه المقارنة الأولى. المقارنة الثانية بين ليز تراس وريشي سوناك. النواب نواب المحافظين 55% منهم قالوا إذا ما أعيدت لهم فرصة التصويت التي كانت قبل شهرين من الآن في الانتخابات الداخلية، 55% قالوا إنهم سوف ينتخبوا ريشي سوناك لمنصب رئيس الوزراء بدلا من ليز تراس، في حين يرى 25% فقط أنهم سينتخبون ليز تراس لهذا المنصب. المقارنة الأخيرة في الإجراءات الرسمية والحكومية بين بوريس جونسون وريشي سوناك، هنا كانت المفاجأة. ريشي سوناك حصل على 23% فقط، في حين يرى 63% من النواب أنه يجب استبدال ريشي سوناك أو ليز تراس ببوريس جونسون الحاصل كما قلنا على 63%. المقارنة الثانية في الشارع البريطاني، 80% يرون أن ليز تراس يجب أن تغادر منصبها، منهم 62% يرون أنها تؤدي بشكل سيء جدا. طيب، ولكن عمر، كيف جاءت ردود فعل تراس على نتائج هذا الاستطلاع الذي كشف رغبة في إقالتها أو استقالتها؟ هذا الاستطلاع وما سبقه من مواقف سياسية وشعبية واقتصادية من بنك انجلترا كانت غاضبة من السياسات. ليز تراس لم ترد على هذا الاستطلاع، لكنها ردت على الموقف الذي يحمل هذا الاستطلاع وما سبقه من مواقف، وهي ناقمة على ما قامت به. ردت بالاعتذار كما كان قبل قليل في النشرة. ليز تراس اعتذرت الليلة الماضية عن السياسات الاقتصادية الخاطئة، أي الخطة المالية السابقة للوزير المستقيل أو المقال كواسي كوارتينغ، وقالت إنها سوف تبقى في منصبها إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة، وأنها كقائد يتحمل المسؤولية، وأي قائد يتحمل المسؤولية يجب أن يعتذر عندما يخطئ، بالتالي هي تسعى للبقاء. لكن تبقى هناك انقسامات في مستوى الحزب بين مؤيد ومعارض لتراس. هناك شبه إجماع في الحكومة لدعم تراس، خاصة أنها ما زالت في شهرها الثاني، الحديث عن 6 أسابيع إلى الآن. المفصل والأهم هو موقف لجنة 1922، لجنة قيادة الحزب التي تدعم إلى الآن ليز تراس ولم ترفع الغطاء عنها، وهذه نقطة هامة. ولم يحصل في التاريخ البريطاني، خاصة في حزب المحافظين، أن سقط رئيس وزراء جاء بعد رئيس وزراء مقال سقط بعد شهر أو شهرين. الحديث عن غطاء ربما لعام كامل على أقل تقدير، وربما إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الرسمي.